على ايش لا كله على ايش على ايش بتجرح على ايش على ايش لا كله على ايش على ايش بتجرح على ايش على ايش على ايش يجي لك يوم يا ظالم وتندم وتندم بما لك ولو تدفع ملايينك لنا كيش مصير الحق والقانون يرجع وحنا شعب ما يهزم لا يركع ولو يا صاحبي تنزل وتطلع خلاص تقفل وانت معك شيش على ايش لا كله على ايش على ايش بتجرح على ايش على ايش لا كله على ايش على ايش بتجرح على ايش على ايش على ايش ها 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 حياك الله يا معاكس شرفت بيت عمنا نعمان الله يحييك يا مجد السلام عليكم يا شباب وعليكم السلام يا مرحبا كيفكم يا شباب تمام الحمد لله الحمد لله يا عم نعمان كيف الحال يا ابو مجد الحال على العال اهم شيء شفتك يا عم نعمان هو ذا الليد الجديد هذا هو بشحمه ولحمه قوم معاك السلام على عمك نعمان شرف معك يا عم نعمان حياك حياك يا ابني طيب يا ابو مجد بيقدر المهمه ولا لا اكيد بيقدر عليها قدها وقدود يا عمنا لا تقلق من ناحيته بيقدر هو بيقدر وما حد يشك فيه بمحافظة الكفاح لانهم يحبوه واثقين فيه اللي تحبوه يا عم نعمان حلو هو ذا الكلام اللي انا اشتهيه يا دكتور يا دكتور شوف لنا العلاق يا جماعة صلوا على النبي روحوا اقطعوا سند تعالوا خلاص الان بلقطع مع سند معينة وبانقي انتبه له انتبه له ان شاء الله انتبه له دكتور يلا بعوض مسكين انت مسكين مسكين وين وين المكان يا اخوك ثاني 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 لك معافية يا الحلاق الهندي فوق تعبان تعبان هذاك اللي يحلق طرق 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 الهندي يا حرق لبوك يا حرق لبوك المرة ما ولا إيش الآن اللي تستوه؟ الاشتية فاتورة معينة أعطينا 2000 الآن بقطع لك معينة سريع فاتورة معينة أعطينا 2000 لو سمحت 2000 كرمك بسرعة يا الله مش كرمي اليوم كرمك يا أبو عواد كرمك أغلبوه يموت خذ حلق لي كل مرة لا تقول تيل تعلب هات 2000 ما هال 2000 هات أهم كرم داياس وسبع خوي ها باقي 1000 كفايته بدل مسكين الله أعطيه 2000 فاتورة حقت راح من هناك سريع راح من هناك قريب قريب من هناك من هناك هذا ورقة المعينة أوكي اسم المريض الحلاق الهندي الحلاق الهندي كم عمره 48 سنة طيب نحن بنعمله الآن فحوصات لازم تعملوها الآن في المختبر تجيبوا لنا النتيجة تمام تفضل إيش لهم فحوصات كلها هندي اصلي اصلي حتى لا مرض ما شاء الله يطنطنين لازم نتاكد من صحته يا ابو عواد ايوه واحد الهندي اليوم مغفل ايش فيه
وفى حاجة مش داري. يا ولد واحد شاهي. ايش قابل الآن؟ مريض. علق وغفل. فهمان فهمان ايش موجود؟ يا ولد خير ايش معك؟ الهندي ليش مغفل؟ مريض وسعفو. اها وانا اقول ليش حماري يعرق؟ خدمة الثاني. لا شكرا يا قلبي. طلع مريض صاحبنا الله يشفيه. شوف لنا هذا الفحوصات بكم بتطلع؟ هذا ب 5000 بتطلع. 5000؟ يا رجال الهندي بيحلق لي سنه كامله ب 5000 وعاد ما تبقى عندك 500 4500. طيب ايش المهم؟ ايش المهم؟ هذه فحوصات دم وتحتاج سحم دم. وين المريض؟ المريض فوق يا احمد ده. لازم نجيب له دم. ايوه دم 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 دم. انت المريض؟ لا مريض. انت المريض؟ لا المريض الهندي يا ابو عواد خبطنا. ابو عواد خبطنا. روح جيب منه دم. جيب من مهندي دم. منين به دم هندي؟ عصبوه كمان قرم لا غصب انت. عصبوه عص خرج منه دم. هات لي وعاء. هات لي وعاء وانا برويك كيف اعصصه. يا مش هلف حصله. ها ها انا ابو عواد ما انا شيء يعني معتمد عليه. راح في سيلي فهمتوه بيقول حقم هندي. لا دريبه الحقم مشان يجيب دم حقم هندي. يا عواد شوفني اقول لك من الان هذه حقي. حقك هناك انت. تمام تمام بس الله يستر بعد يصيح فوقنا صاحب البيت. هاي ايش ايش؟ شكلك ما رقدت اليوم يا عواد. نسيت من معك؟ معك السبع هذه ما عاد يبش ادري اخف الحافه من اولها لاخرها لحتى ادرش. اكيد انت غلقتك. انت بطل الحافه انت. اقول لك لحتى ادرش. انت تقول لي بطل الحافه؟ تكلم تكلم ويك الان شغلنا. اوه اوه سقط. قرم الاول سبع بقي لي قليل. سبع بقي. جلس جلس قرنا معي يا زيد. لا لا شكرا. مشاكل مشاكل قوموا لا نيام. ايش يا زيد؟ يلا خير. تعال تعال يا زيد. جلس يا اخي جلس. بنت قرعنا لا خلي الكبران. جلس هذولا عادوا من يوم الان. خليها على ربك يا زيد. من امس لما الفجر يسهروا ما ناش داري ايش بو ايش شو مني عند راسي. اساسا انا ايش قابل هذا المكان؟ ايوه اعرفهم هذولا اكبر بلاطقه داخل المنطقه. بس ولا عليه بكلم الفندم يجي يعمل معاهم حل. يا زيد انا بريء. يا زيد انا مظلوم. الله بيبين الحق يا زيد. يعني انت ما قتلت الطفل ايهم؟ ايش قتلت؟ ايش تقول من كلمه يا زيد؟ وهذا الحلال اللي بيدي ان انا ما قتلت. اللي كان يمسح سيارات جاهل، جبت له ثياب، جبت له ملابس، جبت له فلوس، من اللي بلا ضمير اللي بيقتل جاهل ما لهش دخل؟ ما صدقتناش يا زيد؟ ما صدقتناش؟
بهب لك عنوان مجد صاحبي وروح واسأله وتشوف الحقيقة. يعني تتوقع يشهد معك؟ ما يهم ناشي يشهد معي مجد، المهم انت تعرف الحقيقة يا زيد. انا مظلوم يا زيد، روح لمحارة الكفاح واسأل على مجد وشوف ايش بيقول لك، هو الوحيد اللي يفهمنا. انت لو عرفت الحقيقة انا بيهمناش احد يا زيد، روح واسأل يا زيد. بجيبك بجيبك. صراحة اليوم شاكس فقسنا ضحك يوم شاكس. أبا قيرو ليش يسمعكم نكتة؟ معك نكتة اليوم قلت نكت هات هات ما نسمع. في مرة درة وفي مرة فيل، أقل فيل ايش يتخبي عند الدرة؟ وبعدين الفيل ايش يتخبي عند الدرة؟ فين النكتة عشان نضحك؟ هو هذه النكتة. انا ابو احمد عورتنا يا مجنون. تعال 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 تصرف معه. تعورنا يا مجنون؟ اي 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 هذا عشان تعقل من مجنانتك. اي اي رضا العقل. انا اسال رضا العقل. عادي رضا العقل. خلاص انت رضا البقرة. رضا البقرة. طلعوا بقرة. وانت بقرة سوداء. انا بقرة سوداء. هيا تضربوا خمدوا. ايوه زيدوا. اسد 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 اسد. ايوه زيدوا خبطة. زيدوا الثانية. اهو زيدوا حبة. ايوه صح كلام اخي حسام صحيح. ليش ما احاولش اخرج واغير جو واشم لي هواء قليل داخل حافتي؟ ليش انا حابس نفسي بين اربع جدران؟ بحاول انا اخرج عند عيال حافتي اليوم احسن من اصحابي الجبنه والمصالح. اخرج يا مجد اغير لك جو وانسى نايف ومشاكله. انا عارف مشاكله. قل لي متعقل؟ قل لي متعقل؟ انا عاقل. ايش جابوا ده هنا؟ هنا بيلاقى صاحبه. اهلا وسهلا. يا اعطاه الجراء حقي. ايش؟ جراء حقك؟ تعطيه المجنون خليه يخبطنا فيه به؟ ما بيدلوش انا، هو قزع شل كنا نقطف به وقع وشل عليه وهرب. تسال سبع. انا اسال سبع ولا اسال سبع انا ماليش دخل. تشتي حقك العصايه يا حبو؟ ها؟ عادي خلي رضا يهب لك خمس خبطات بس. اقسم بالله اللي بيمسكنا واحد منكم براح اكلم له ابي وانتو تعرفوا ابي. قال ابو شو العصا حبو؟ ها؟ هذه العصا. يلا روح كلم بابا. مش انت بطل الحافة؟ شوف شغلك يا بطل الحافة. بطل حافه. ها اسمعانا. بطل حافه اشتري العصا. انت بطل حافه وتشتري العصا. خمدوه. ما شاء الله عليك، شوف صورتك ما شاء الله استويت احسن من اول. الحمد لله الحمد لله. تفضل تفضل يا اخي حسام تفضل. يا جماعه الخير حسستونا انه غريب ما ينقعش كذا والله. يا رجال عيب عليك. الله المستعان. الله يحفظكم. والله فرحتنا بزيارتك اخي حسام. والله فرحتنا. وانا كمان حبيبي رافت والله فرحان بشوفتك. تسلم تسلم. الا قل لي ايش اخبار السفر؟ ايش المستجدات؟ فرحنا يا اخي. خلاص خالي ابو سبع اليوم راح يحجز باغي بيجي بيقول لي متى السفر. فرقت يا حسام فرقت. الله احلى خبر سمعته اليوم. ان شاء الله تروح تتعالج وترجع لنا احسن من اول. ان شاء الله ان شاء الله. قول يا رب يا رب يا رب. تفضل. ما قلت لي تابعت مباراة أمس؟ إلا تابعتها وشفت كيف غلبناكم؟ ها عند الموسم الثاني. منتوش منتوش قدميت يا رأفت. يقصف أعماركم يا أصحاب الشبكات. الشبكات زفت الزفت. باليوم 100 ريال تروح علي فطيس. إيش هذا؟
يا اخي الجلوس يا اخي برضو احسن عشان ما حد هنا يشوفنا هنا امان. لا لا مش معقول. ما قد عندي بالمقهايا ضروري طعمك من الشاي حقي. معليش ناس اليوم شرب شاي بعدين. طيب بعصير لك ليم. برضو انا ما شربش الليم، بجلس قليل وبروح. طيب خلاص خلاص براحتك، خذ راحتك، ولو محتاج اي حاجه صيح لي. حبيبي مره ثانيه. وهذا احلى طماط يا اسماعيل. خدمات يا زود يا اخي. يا اخي طيب ولا يهمك. مساك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو تسمح اخي، تعرف واحد اسمه مجد بالحافه عندكم؟ مجد الان قزع بتلاقيه في المقهى. ها يلا شكرا اخي. حياك حبيبي. اه يا ابو عواد، اه لله لا رحمك، الله لا رحمك، لا سامحك يا ابو عواد. يا بابا، يا بابا لازم تروح المستشفى. ايوه يا بابا لازم تروح لانه شكلك مريض. طيب يا عيالي اروح المستشفى ايش اقول لهم؟ قل لهم انك مريض. يا بابا اذا انت خايف انهم يدقولك ابر ولا همي، انا جنبك، انا بخليهم يكتبوا لك حبوب. لا 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 ولا يكتبوا لي حبوب ولا حاجه، خلاص روحوا من هنا خلونا انا انام. ايش رايك يا بابا اصيح لك ايمن يجي يشوفك؟ ايمن؟ هذا ايمن يا عيالي حق ابر وحق دريبات. طيب يا بابا ايش اعمل له؟ اجت لي الفكره، ايش رايك يصيح لك جده حليمه؟ جده حليمه يا بنتي حق مكاحف، ترفع مكاحف بس. اسمعوا اخرجوا من عندي وخلونا انا بحسن، روحوا من جنبي. اه الله لا رحمك، الله لا سامحك يا ابو عواد، بيني وبينك الزمن والله ما روي لك، ما روي لك يا ابو عواد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت مجد؟ انا مجد، ايش معك خير؟ ايوه تعرف واحد اسمه نايف نعمان؟ من؟ سألتك تعرف نايف نعمان؟ لا لا قد جاء وعرفه، لكن ايش معك خير؟ اذا فاضي نسي نتكلم عن نايف نعمان وجريمات القاتل المتهم فيها. بس انا الان مستعجل لازم اروح، معي شغله الان لازم اروح، وثاني حاجه انا معيش حاجه عن جريمه القتل هذه. يلا الله سامحنا لازم اروح. انا لازم اقنع هذا زيد، لازم اهرب، لازم اقنع هذا الحيوان حتى لو ادفع له 5 مليون. مالك يا حبيبي مهموم وشايل الدنيا على راسك، ايش في؟ هلا قل لي يا اخي ايش قضيتك بالضبط؟ شكله بالناس. اوه اللي عادوا كمان يتأفأف. مالك انت مسجون قيزك قيزنا مالك؟ يا بلوف شوف الدنيا دواره، مش داري ايش عملت جابك الان. امشي والله. انا لازم اهرب، انا لازم اهرب، انا حتى لو دفعت زيد من فوقي ما تحتي لازم اروح بعد من راح البلد، يحكموا علي اعدام سجن. ايش اعدام؟ لا لا انا لازم اهرب. والله يا شبع لا تجي تصيح لا ثاني يوم، الدنيا قفرة ولا حب اسمعك، خابت خابت الدنيا وانا جيعان. رحتوا وسبتونا حالينا، قتلوا لي حتى حبة مي ولا حتى واحد رزة، بطلقي عن الشحكة أبو أبري عليك يا زبع أبري عليك، أبري عليك يا زبع مربوط. كم باقي من حسابي؟ باقي 5400 من حسابك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جابت كروت. اسم كروت؟ اخذ الشبكة رمة، الشبكة زفت، نحن الناس واصلين الصايح. الشبكة تمشي تمام،
بس الناس يحملوا ويتقلوا الشبكة. على إيش من شبكات تتكلمون؟ شبكة شفيقة يا عم فهمان. شبكة شفيقة؟ تعال ابني أنا بشتغل معاكم بحصل منكم زايد ناقص. أكيد يا عم فهمان، على كل كرت 10 ريال. كم؟ 10 ريال؟ وبالإضافة إلى كلمة سر تدخل الشبكة أي وقت مجان. ها ما دام كذا عجبتنا الآن، هب لي كروت وأنا بوزع معاكم. عيوني يا عم فهمان. شكرا يا ابني. مشكور يا عم فهمان. لنا او زاريك تنا هي تكنا مري بننا ايك تكنتي كورش دنيا ها نا هي دنيا هيك زكنتي كالش دري هي آلان جي كال مرنا هيك زكنتي كالش دريا هي كننا تصبح على خير حبيبي وليده وانت من اهل خير هندي راهي لكو زكنتا آلش دنيا ها تكنا ماري كننا هو تكنا اي تانش دنيا هي فين هذا عطا؟ لان عدو ما قاش الله يعلم فين هذا المجنون. قلت شاي 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 حق عطاء. هذا حقك العطاء شاي حق شاي. اليوم. يلا مع السلامة. وليد حبوب شاي. ليش العسكرية قيتل على نايف عندي؟ ليش؟ أيوه. تظهر لي حكاية وأنا اللي قلت قد جات النهاية يزيد الهم من بداية من بداية اسألني وأنا بقول مدريش على إيش على إيش لا كله نرجعها كبيرة مشاكل تافها شوفها حقيرة حسد أو ظني بعض أحياني غيرة وننسى كل شي والملح والعيش على إيش على إيش على إيش نتجارح على إيش على سامحنا في صافينا رضينا نودع كل ماضينا انتهينا بروح الحب فعلا قد بدينا وودعنا الهوى والكذب والطيش علينا